أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، وحلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. موضوع حلقة اليوم بنستكمل التكاثر في النباتات الزهرية. كنا شفنا في الحلقة السابقة الزهرة ومكوناتها وتكوين حبوب اللقاح وتكوين البويضات والتلقيح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حلقة النهاردة على رابعا الإخصاب، خامسا تكوين الثمار والبذور، وهنتكلم على الإثمار العذري. تعالوا مع بعض نشوف موضوع حلقة اليوم. بالنسبة للنباتات الزهرية هفكرك سريعا ببعض النقاط الهامة. كنا قلنا هي نباتات بذرية تنشأ بذورها داخل غلاف ثمري، لذلك تعرف بمغطاة البذور. قلنا أيضا أن الزهرة هي عضو التكاثر في النبات، وهي ساق قصيرة تحورت أوراقها الخضراء إلى أجزاء زهرية، وإن الزهرة بتخرج من إبط ورقة خضراء أو حرشوفية بتسمى القنابة، وفي بعض الأحيان توجد أزهار بدون قنابات. أما تركيب الزهرة فاتكلمنا فيها على محيطات زهرية. كان عندنا 4 محيطات: الكأس، التويج، والغلاف الزهري، ده بنقوله على الكأس والتويج معا، والطلع. عرفنا أن الطلع هو عضو التسكير في الزهرة وبيتكون من عدة أسدية، وكل سداة بتتكون من خيط ومطق، والخيط يحمل على قمته المطق اللي بيحتوي على 4 أكياس لقاح ويوجد بداخلها حبوب اللقاح. أما المتاع هو عضو التأنيس في الزهرة وبيوجد في مركز الزهرة، وبيتكون المتاع من قربلة واحدة أو عدة قرابل، وبتتكون القربلة من مبيض وقلم وميسم. المبيض ده جزء منتفخ في قاعدة القربلة وبيحتوي على بويضة، وقد تلتحم القرابل أو تبقى منفصلة، كما قد تحتوي غرفة واحدة أو أكثر. أما القلم فده عبارة عن عنق رفيع بيعلو المبيض، والميسم ما هو إلا قرص لزج في نهاية القلم تلتصق به حبوب اللقاح. أما عن وظيفة الزهرة فقلنا عشان نفهم وظيفة الزهرة لازم ندرس ونعرف 5 نقاط أساسية: كيف تقوم الأسدية بتكوين حبوب اللقاح؟ كيف يقوم المبيض بتكوين البويضات؟ كيف تحدث عملية التلقيح؟ كيف تحدث عملية الإخصاب؟ كيف تتكون الثمار والبذور؟ تعالوا مع بعض نشوف النهاردة رابعا عملية الإخصاب. فبنلاحظ عند وصول حبوب اللقاح من المطق إلى الميسم بيكون التلقيح تم، وتبدأ عملية الإخصاب، والإخصاب بيتم طبقا للمراحل التالية. أول مرحلة هي إنبات حبة اللقاح. حبة اللقاح لما بتسقط على الميسم بتاخد محلول سكري وبيحصل ليها تنشيط، والنواة الأنبوبية بتنشط وتبدأ تتقسم وتكون أنبوبة اللقاح. أنبوبة اللقاح زي ما واضح بتخترق الميسم وكمان بتخترق أنسجة القلم، والتناها نازلة لغاية ما تصل إلى ثقب النكير. أثناء نزول أنبوبة اللقاح النواة الأنبوبية بتنتقل لمقدمة أنبوبة اللقاح، والنواة الأخرى اللي هي النواة المولدة أثناء انتقالها بتنقسم انقسام ميتوزي وتجيب نواتين بنسميهم نواتين ذكريتين. النواة الأنبوبية هتتلاشى والنواتين الذكريتين اتنقلوا لمقدمة أنبوبة اللقاح، وكده حصل التلقيح تم وهتبدأ عملية الإخصاب. في الإخصاب إيه اللي هيحصل؟ هينتقل من أنبوبة اللقاح النواتين الذكريتين داخل الكيس الجنيني. نواة ذكرية منهم هتندمج مع البيضة وتكون الزيجوت 2 نون. النواة الذكرية الأخرى هتندمج مع نواة الكيس الجنيني وتكون نواة الإندوسبيرم، ودي 3 نون. إذا حصل عندنا اندماجين، لذلك الموضوع بيعرف باسم الإخصاب المزدوج. فالإخصاب المزدوج زي ما واضح أمامك هو عبارة عن اندماج نواة ذكرية مع البيضة لتكوين زيجوت، واندماج نواة ذكرية مع نواة الكيس الجنيني لتكوين نواة الإندوسبيرم. إذا هنا في إخصابين. الإخصاب الثاني اللي هو اندماج نواة ذكرية مع نواة الكيس الجنيني لتكوين نواة الإندوسبيرم،
ده بنسميه اندماج ثلاثي، لأن فيه اندمج ثلاث أنوية مع بعض، كل نواة منهم كانت نون، لذلك نواة الأنسبيرم المتكونة بتبقى 3 نون. بندخل على عملية تكوين الثمار والبذور. البذور فيه بذور اندوسبرمية وفيه بذور غير اندوسبرمية. بالنسبة للبذور الاندوسبرمية، هي بذور يحتفظ فيها الجنين بالاندوسبيرم وبيظل موجود فيها مثل بذور ذات الفلقة الواحدة. قد تلتحم أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة لتكوين ثمرة بها بذرة واحدة تعرف حينئذ بالحبة، مثل حبة القمح وحبة الذرة. أما البذور الغير اندوسبرمية فيها يتغذى الجنين على الاندوسبيرم أثناء تكوينه، مما يضطر النبات إلى تخزين غذاء آخر للجنين في الفلقتين، مثل بذور ذات الفلقتين، حيث تتصلب الأغلفة البيضية لتكوين القصرة ويطلق عليها اسم بذرة. والأمثلة على كده بذرة الفول وبذرة البسلة. ماذا يحدث بعد الإخصاب؟ بعد الإخصاب اللي يحصل بيذبل الكأس والتويج والطلع، والمتاع بيذبل منه القلم والميسم فقط، ولا يبقى من الظاهرة سوى المبيض. المبيض في الحالة دي هيخزن الغذاء ويكبر في الحجم، ثم ينضج ويكون ثمرة بفعل هرمونات بيفرزها المبيض. بيكون جدار المبيض أغلفة الثمرة، وبيكون جدار البويضة غلاف البذرة اللي بنسميها القصرة. تتحلل الخليتان المساعدتان والخلايا السميتية، ويبقى النقير ليدخل منه الماء إلى البذرة عند الإنبات. ولكن هناك بعض الثمار التي يمكنها أن تحتفظ بأجزاء من الزهرة، مثل ثمرة الرمان بتحتفظ بأوراق الكأس وبالأسدية، ثمرة الباذنجان والبلح تحتفظ بأوراق الكأس، ثمرة القرع تحتفظ بأوراق التويج. في عندنا ما يعرف بالثمرة الكاذبة والثمرة الكاذبة. هي ثمرة يتشحم فيها أي جزء غير المبيض بالغذاء، مثل ثمرة التفاح، والجزء اللي هيتشحم بالغذاء هو اللي هيؤكل. التخت لما هيؤكل هنسمي الثمرة هنا باسم الثمرة الكاذبة، لأن الثمرة نفسها لا تؤكل. لو قطعت تفاح لأربع أجزاء، اللي بترميه من المنتصف هو الثمرة نفسها، واللي بناكله هو التخت، عشان كده بنسمي التفاح بالثمرة الكاذبة. لاحظ عزيز الطالب أن التلقيح بيوفر للزهرة الخلايا الذكرية اللازمة لعملية الإخصاب في البويض ثم تكوين البذرة. التلقيح قد يحفز نشاط الأوكسجينات اللازمة لنمو المبيض إلى ثمرة ناضجة حتى لو لم يحدث الإخصاب. إذا لم يتم التلقيح والإخصاب بتذبل الزهرة وتسقط دون تكوين الثمرة. الإثمار العذري. الإثمار العذري هو عملية تكوين ثمرة بدون بذور لعدم حدوث عملية الإخصاب. مثال على كده الموز والأناناس. الإثمار العذري ممكن يبقى صناعي، وده بيحدث عن طريق رش الميسم بخلاصة حبوب اللقاح، وحبوب اللقاح بتكون مطحونة في الإيثير الكحولي، أو استخدام أندول أو نفاسول حمض الخليق لتنبيه المبيض وتكوين ثمرة بدون بذور. بنلاحظ أن قد يؤدي نضج الثمار والبذور أحيانا إلى موت النبات، وخاصة النباتات الحولية، وده بيرجع إلى تعطل النمو الخضري للنبات بسبب استهلاك المواد الغذائية المختزنة، وبسبب تثبيط الهرمونات اللي هي بتعرف باسم الأوكسينات. تعالوا مع بعض نشوف مجموعة متنوعة وشاملة من الأسئلة على موضوع النباتات الزهرية. تخير الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي من أمثلة البذور الإندوسبرمية. يا ترى القمح ولا الفول ولا البسلة ولا العدس؟ بذرة إندوسبرمية يعني عندنا نسيج إندوسبرمي. بالظبط، القمح. من أمثلة البذور اللا إندوسبرمية القمح، الفول، الذرة، البن.
بذور غير انزورمية؟ بالظبط، الفول. يتكون الاندوسبيرم من اندماج نواة ذكرية من حبة اللقاح مع نواة البيضة ولا نواة الكيس الجنيني ولا النواة الأنبوبية ولا نواة الخليتان المساعدتان؟ الإجابة هنا بالظبط نواة الكيس الجنيني. زيادة فرص التباين الوراثي في الأجيال الناتجة تتم خلال التكاثر بطريقة الانشطار الثنائي، التبرعم، تكوين جراثيم، الأمشاج. بالظبط الإجابة الأمشاج. تلتحم أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة في ثمرة القمح، الفول، التفاح، البسلة. بالظبط الإجابة ثمرة القمح. يتكون الكيس الجنيني في النباتات الزهرية من خلية 3 نون ولا 2 نون ولا نون ولا كل ما سبق؟ الكيس الجنيني بالظبط خلية نون. ثمرة التفاح تنشأ بدون إخصاب، تعتبر تكاثر لا جنسي، ثمرة كاذبة، جميع ما سبق. ثمرة التفاح بالظبط هي ثمرة كاذبة، وكلنا عارفين لأن الجزء اللي بيتشحم ويؤكل هو التخت. إذا علمت أن زهرة البصل زهرة نموذجية فتكون محيطاتها الزهرية هي كأس تويج طلع متاع، كأس تويج طلع، كأس تويج متاع، غلاف زهري طلع متاع. أنا سامع معظمكم بيقول كأس تويج طلع متاع، لا الإجابة كده خطأ. هو الصح غلاف زهري طلع متاع، وكلنا عارفين ليه. ما تنساش إن البصل من ذوات الفلقة، وذوات الفلقة لا يتميز الكأس عن التويج. يشترك أوراق الكأس في تكوين ثمرة القرع، الرمان والقرع، الرمان والبلح، الباذنجان والقرع. أوراق الكأس بالظبط الإجابة الرمان والبلح. نوعية أخرى من الأسئلة، والسؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي المناسب. اندماج نواة ذكرية مع نواة الكيس الجنيني لتكوين نواة الاندوسبيرم. بالظبط ده اندماج ثلاثي. ساق قصيرة تحورت أوراقها لتكوين الأجزاء الزهرية المختلفة، دي بنسميها الزهرة. ورقة خضراء أو حرشفية تخرج من إباطها الزهرة، بالظبط كده دي القنابة. مجموعة الأزهار والمحور الزهري المتجمعة عليه، دي بنسميها نورة. المحيطان الخارجيان في أزهار معظم نباتات الفلقة الواحدة كالتيوليب والبصل، غلاف زهري. نسيج غذائي يحيط بالكيس الجنيني لبويضة النباتات الزهرية، نيوسيلا. الخلايا الثلاثية البعيدة عن النقير داخل الكيس الجنيني، دي خلايا سمتية. انتقال حبوب اللقاح من نطق زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو إلى ميسم زهرة أخرى على نفس النبات، ده بنسميه تلقيح ذاتي. انتقال حبوب اللقاح من نطق زهرة على نبات إلى ميسم زهرة على نبات آخر من نفس النوع، تلقيح خلطي. التحمت فيها أغلفة المبيض مع أغلفة البويضة لتكوين ثمرة بها بذرة واحدة، المصطلح ده بالظبط الحبة. الثمرة التي يتشحم فيها أي جزء غير مبيضها بالغذاء، ثمرة كاذبة. عملية تكوين ثمار بدون بذور، إثمار بكري. اندماج إحدى النواتين الذكريتين مع نواة البيضة واندماج النواة الأخرى مع نواة الكيس الجنيني، إخصاب مزدوج. نباتات بذرية تنشأ بذورها داخل غلاف ثمري لذا تسمى مغطاة البذور، بالظبط دي نباتات زهرية. نوعية أخرى من الأسئلة، والسؤال بيقول
اذكر ما تعرفه عن النباتات الزهرية. النباتات الزهرية هي نباتات بذرية تنشأ بذورها داخل غلاف ثمري، لذا تسمى مغطاة البذور. اذكر ما تعرفه عن الزهرة، هي ساق قصيرة تحورت أوراقها إلى أجزاء زهرية. اذكر ما تعرفه عن الطلع، هو عضو التسكيت في الزهرة يتكون من أسدية، وكل سدات تتكون من خيط ومطق، وبيحتوي المطق على 4 أكياس لقاح بها حبوب اللقاح. اذكر ما تعرفه عن المتاع، هو عضو التأنيس في الزهرة وبيتكون من قربلة أو أكثر، والقربلة ملتحمة أو منفصلة، وبتتكون القربلة من مبيض بيحتوي على البويضات، وأيضا في قلم وميسم. اذكر ما تعرفه عن التلقيح، هو انتقال حبوب اللقاح من المطق إلى الميسم. اذكر ما تعرفه عن التلقيح الذاتي، انتقال حبوب اللقاح من المطق إلى ميسم نفس الزهرة أو ميسم زهرة أخرى على نفس النبات. اذكر ما تعرفه عن التلقيح الخلطي، انتقال حبوب اللقاح من مطق زهرة على نبات إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر. اذكر ما تعرفه عن النيوسيلا، نسيج غذائي يحيط بالكيس الجنيني في بويضات مغطاة البذور. اذكر ما تعرفه عن القنابة، ورقة خضراء أو حرشفية تخرج من إباطها الزهرة. اذكر ما تعرفه عن الاندماج الثلاثي، اندماج نواة زكريا من حبة اللقاح مع نواة الكيس الجنيني في البويضة لتكوين نواة الاندوسبيرم 3 نون. اذكر ما تعرفه عن الإخصاب المزدوج، اندماج إحدى النواتين الزكريتين من حبة اللقاح مع نواة البيضة لتكوين الزيجوت ثم الجنين، واندماج النواة الزكرية الأخرى مع نواة الكيس الجنيني لتكوين نواة الاندوسبيرم. اذكر ما تعرفه عن الثمرة الكاذبة، الثمرة التي يختزن فيها أي جزء من الزهرة غير مبيضها بالغذاء مثل التفاح. اذكر ما تعرفه عن الإثمار العذري، تكوين ثمار بلا بذور لعدم حدوث إخصاب للبويضات. اذكر ما تعرفه عن السبلات، أوراق خضراء بتكون الكأس وتحمي الأجزاء الداخلية للزهرة من الجفاف والرياح. اذكر ما تعرفه عن البتلات، أوراق ملونة تكون التويج وبتعمل على حماية الأجزاء الجنسية للزهرة وجذب الحشرات لإتمام عملية التلقيح. ماذا يحدث في الحالات التالية؟ رش مياسم ومبايض الأزهار بأندول حمض الخليك أو محلول إيسيري لخلاصة حبوب اللقاح. اللي هيحصل؟ يحدث تنشيط هرموني للمبيض دون حدوث إخصاب للبويضات فتتكون ثمار بلا بذور. ماذا يحدث في الحالات التالية؟ سقوط حبوب اللقاح لنبات ما على ميسم نبات آخر ليس من نفس نوعه. لا يحدث إنبات لحبوب اللقاح، وإن حدث إنبات لا يحدث إخصاب. مع نوعية أخرى من الأسئلة والسؤال بيقول قارن بين كل مما يأتي، التوالد البكري والإثمار العذري. التوالد البكري هو عملية تكوين جنين من بويضة غير مخصبة، أما الإثمار العذري تكوين ثمار بلا بذور لعدم حدوث الإخصاب. التوالد البكري بيحدث في عالم الحيوان، أما الإثمار العذري يحدث في عالم النبات. التوالد البكري يحدث طبيعيا كما في ذكور النحل والمن، أما الإثمار العذري يحدث طبيعيا كما في الموز والأناناس. التوالد البكري يحدث صناعيا بمعاملة البويضات بالرج أو الوخز بالإبر أو تعرضها للصدمات كهربائية، تعرضها للإشعاع، غمرها في محاليل بعض الأملاح، وده زي نجم البحر والضفدعة. أما الإثمار العذري يحدث صناعيا برش مياسم الأزهار بمواد محفزة للنشاط الهرموني مثل أندول أو نفاسول حمض الخليك فتتكون ثمار بلا بذور مثل الخيار والطماطم. نوعية أخرى والسؤال بيقول قارن بين الحبة والبذرة، الحبة إندوسبرمية أما البذرة لا إندوسبرمية، الحبة ذات فلق بينما البذرة ذات فلقتين. في الحبة تلتحم أغلفة المبيض
مع أغلفة البويضة لتكوين ثمرة بها بذرة واحدة، أما البذرة يتصلب غلاف البويضة لتكوين الكسرة وينفصل عن أغلفة المبيض، الحبة زي القمح والذرة، بينما البذرة زي الفول والبسلة. سؤال آخر بيقول: مستعينا بالشكل المقابل أجب عما يأتي. البيانات التي تشير إليها الأرقام، ما جنس هذه الزهرة ولماذا؟ ما نوع التلقيح في هذه الزهرة ولماذا؟ تعالوا الأول بالنسبة للبيانات، احنا عندنا 7 بيانات. رقم 1 بالظبط ده مبيض، 2 بويضة، 3 نواة الكيس الجنيني، 4 خلايا سمتية، 5 بيضة، 6 خلية مساعدة، 7 ده ثقب النقير. ما جنس هذه الزهرة ولماذا؟ طب ده نعرفه ازاي؟ انت عندك في مبيض وقلم وميسم، ده متاع، يبقى ده عضو التأنيث. هل عندك في الرسم باين أزدية، خيط ومطق؟ مش باين، إذا الجنس هنا الزهرة دي مؤنثة لعدم وجود الطلع. ما نوع التلقيح في هذه الزهرة ولماذا؟ طبعا الزهرة هنا وحيدة الجنس، مش هينفع فيها تلقيح ذاتي، التلقيح لازم يبقى خلطي، يبقى نوع التلقيح خلطي لأن الزهرة أحادية الجنس. تعالوا مع بعض نشوف نوعية أخرى من الأسئلة، والسؤال بيقول: أذكر مكان ووظيفة كل من البتلات، النواة المولدة، النقير. بنصمم جدول المطلوب في العمود الأول، ثم المكان، ثم الوظيفة. تعالوا نشوف بالنسبة للبتلات، البتلات مكانها فين؟ موجودة في الزهرة، وهي عبارة عن وريقات زهرية ملونة تالي الكأس وتكون التويج. أما بالنسبة للوظيفة، بتكون ملونة لجذب الحشرات وحدوث التلقيح، أيضا حماية المحيطات الداخلية اللي هي الطلع والمتاع. أذكر مكان ووظيفة النواة المولدة، مكانها في حبة اللقاح. طب وظيفتها؟ تنقسم ميتوزيا عند الإخصاب لتكوين نواتين ذكريتين. أذكر مكان ووظيفة النقير، النقير موجود في البويضة وأيضا في البذرة، وظيفته في البويضة بيسمح بدخول أنبوبة اللقاح عند الإخصاب، أما في البذرة بيسمح بدخول الماء عند الإنبات. تعالوا نشوف سؤال آخر، والسؤال بيقول: افحص الشكل المقابل لبويضة زهرة ثم أجب عن الأسئلة. الجزء اللي موجود أمامك على الشاشة أو الشكل الموجود أمامك ده عبارة عن بويضة في زهرة، وعندنا بيانات A و B و C، وأول حاجة طالبها: ما اسم الخلايا التي تختفي بعد الإخصاب؟ طبعا الإجابة هنا الخلايا السمتية والخليتان المساعدتان. الخلايا السمتية اللي هي الA، الخليتان المساعدتان اللي هما الC. طيب ما الخلايا التي تشارك في الإخصاب المزدوج؟ عشان يحصل إخصاب مزدوج الخلايا اللي هتشارك الخلايا B والبيضة. كيف تكونت الـ8 خلايا الموجودة بالشكل؟ تكونت الـ8 خلايا الموجودة بالشكل بسبب انقسام نواة الكيس الجنيني 3 انقسامات ميتوزية متتالية، وكونت لهنا 8 أنوية، هاجر 4 ناحية كل قطب، ثم انتقلت نواة من كل مجموعة وتلاقت في المنتصف وكون نواتا الكيس الجنيني. أما الأنواع الأخرى كل منها حاطت نفسها بغشاء وسيتوبلازم وأصبحت خلية، والخلية الوسطى بالقرب من النقير كونت بيضة، الخليتان المجاورتان لها أصبح خليتان مساعدتان. أما الخلايا الثلاثة المقابلة تعرف بالخلايا السمتية. سؤال آخر بيقول: ما هي عوامل حدوث التلقيح الخلطي؟ عوامل حدوث التلقيح الخلطي: أن تكون الأزهار وحيدة الجنس، يعني الزهرة مذكرة فقط أو مؤنثة فقط، أن ينضج أحد شقي الأعضاء الجنسية قبل الآخر، يعني ينضج الطلع قبل المتاع، أو ينضج المتاع قبل الطلع، ففي الحالة دي بنقول زهرة مبكرة تسكير أو زهرة مبكرة تأنيث.
أن يكون مستوى المتق منخفض عن مستوى الميسم، يبقى الميسم هو اللي أعلى من المتق، فهنا لازم يحصل تلقيح خلطي. مع آخر أسئلة حلقة اليوم، والسؤال بيقول: وضح بالرسم مع كتابة البيانات قطاع طولي في المتاع. طبعا الرسم موجود أمامك على الشاشة، الرسم بيبقى بالرصاص، ونراعي النسب بتاعة الرسم، وباين في القطاع الموجود أمامك البيانات تكون كافية. الرسم بيبقى عليه جزء صغير من الدرجة، إنما الدرجة الأكبر بتبقى على البيانات اللي على الرسم. راجع معايا البيانات من أعلى لأسفل، عندنا ميسم متصل بيه قلم، وبعد كده مبيض. داخل المبيض في بويضة محاط بيها أغلفة البويضة، ثم بويضة، كيس جنيني. داخل الكيس الجنيني في نواة الكيس الجنيني. ناحية الشمال عندنا خلايا سمتية، في بيضة، وفي خليتان مساعدتان، وفي عندنا الحبل السري، وفي النهاية ثقب النقير. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، لكن تذكر معي عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، لم ينتهي بنا التواصل بعد، على أمل اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. لكم أطيب وأرق تمنياتي وتمنيات أسرة برنامج الأحياء بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.